الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. لا يخفاكم يا إخوة يا كرام أن في رمضان يعني الإنسان يقع بشيء من اللغط، من الكلام قد يزل لسانه بكلام غير سوي، أو يعني وقعت عينه على شيء غير طيب من هذه الأمور التي تجرح الصيام. من رحمة الله عز وجل بنا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أن شرع لنا وأرسل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسن لنا أمور تقوم هذا الصيام. يعني إذا كان فيه عيب فيه شيء أنا راح أعطيك حاجة تسد العيب هذا وتسد الخلل اللي أنت فيه. لذلك جاءت الصلاة يعني السنن والنوافل تسد الخلل اللي كان موجود معك في الفروض. إذا كنت تتصلي تسرح وكذا، لما تأتي بالنوافل تسد الخلل اللي وقعت فيه في الفرض. وهكذا الصيام سبحان الله، لما الإنسان يصوم يا أخوي الكرام يقع بشيء من المحاضير، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ما يسمى بزكاة الفطر. زكاة الفطر يا إخوة يا كرام جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، زل اللسان أو حاجة، وطعام للمساكين المحتاجين. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر وعلى الأنثى والذكر الصغير والكبير، فرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي واجبة، وهي واجبة لمن استطاع، لكن الذي لا يستطاع لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف أطلعها هذه؟ صاع من مما يقتاتون أهل البلد، الرز أو الطحين أو التمر، صاع تخرج منه صاع. اختلف العلماء، لأن البعض اليوم يا أخوي الكرام يخرجه كيف؟ يخرجه أموال، يروح الجمعيات الخيرية يحصل من ضمن الكوبونات هذه مكتوب زكاة الفطر، دفع له 20 درهم، السلام عليكم السلام وروح. يا أخوي الكرام إخراج الزكاة، زكاة الفطر يعني بالمال، مسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، وهناك شريحة كبيرة عند الفقهاء يرون أن ما تجوز، والجمهور على عدم الجواز، جمهور أهل العلم على عدم الجواز، ولابد أن تخرج من قوت البلد طعام. فيا إخوة ما يصلح أن الإنسان يعني يتعامل مع النصوص الشرعية بالطريقة هذه. أنا ما بشد عليكم، أنا أقول لكم مسألة فيها خلاف، خروجا من الخلاف، ومن اتقى الشبهات ومن يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمسألة مع الخلاف يا أخي أحوط لي أنا أطلعها كما أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض يا أخوة يطلع زكاة الفطر لجارة، ابن عمه، واحد يعرفه، إمام المسجد، مدرس، يروح يعطي زكاة الفطر، وقد يكون هذا الإنسان منسد يعني أموره طيبة وعنده فلوس. ما يجوز زكاة الفطر يا أخوة الكرام، يعني تخرج للمساكين، قال في الحديث وطعاما للمساكين، مو بلأي حد، طعام للفقراء المساكين المحتاجين، يطلعون زكاة الفطر تروح تعطيها لابن عمك ولا واحد جارك ولا شيء، هو عنده فلوس عنده خير. لا، هناك من يخرجها خارج البلد، الأصل والأفضل الإنسان يطلعها في البلد اللي هو فيها، البلد اللي أنت فيها، وين أنت كنت تصوم وين أنت عايش، هني تزكي تخرج زكاة الفطر. لكن قالوا إن رأيت أن الحاجة أنك تطلعها في بلد أخرى ما في حرج. يعني مثلا واحد وافد عايش هنا في البلد من إخواننا اللي عايشين في بلدنا، قال لك أخي أنا ما أبغى أطلعني، أنا عارف جاري في دولتي فقير مسكين، بخلي أهلي يعطوه هناك أفضل، ما في حرج. واحد يدرس برع في دولة أوروبية واتصل فيه وقال أبوي طلع لي زكاة الفطر، يجوز ولا ما يجوز؟ وبشرط أنه هو يطلع عن نفسه هناك. خلاص إذا أبوه طلع بنية الابن يجوز، الأب يا أخوه هو المسؤول عمن يعول يطلع عنهم. طيب يجوز أنه يطلع عن الخادمة؟ يجوز أنه يطلع عن الدريول في البيت؟ هذا يجوز استحسانا فقط، واللي هو يجب عليه الخادمة يجب عليه اللي تطلع، الدريول هو يطلع عن نفسه، لكن إذا أنت بتطلع عنه استأذنهم يا جماعة الخير ترى أنا بطلع عنكم زكاة الفطر، طلعوها متى وقتها؟ يجوز أنك تطلعها
قبل العيد بيوم أو يومين فعل ابن عمر رضي الله عنه، لكن إذا طلعتها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ولا تجوز. زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، ما في حرج. وأسأل الله عز وجل أن يكفر ذنوبنا وسيئاتنا وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. نفعني الله وإياكم بسنة نبيه الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.